مع بعض الترم ده. السنه اللي فاتت كورسين احنا خدناهم، كان في كورس تقيل شويه اللي هو كورس السيجنس، وكان في كورس تقريبا قليل جدا اللي جاب امتيازات، وفي كورس تاني تقريبا كل الناس جابت امتيازات اللي هو كورس الانسانيه، صح كده؟ الكورس بتاع المره دي كورس اقل كويس، فهو لا بصعوبه السيجنس ولا بسهوله الانسانيات، هيحتاج ايفورت، هيحتاج ايفورت، بس في بوتنشال كبير ان الناس تعرف ان هي تجيب فيه درجات، ويعني كورس، خلينا نقول كورس كورس طبيعي، ماشي؟ كورس طبيعي مش زي كورس سيجنس يعني. طيب الكورس اسمه انتروداكشن كمبيوتر اركتكشر. انا حابب بس اول حاجه اشكر الدكتور حسام فهمي اللي كان بيدرس الكورس ده قبلي. دكتور حسام يعني استاذي من الناس اللي بحترمها جدا جدا جدا، هو يعني من سوء حظكم ان هو مش هدرس لكم، ومن سوء حظكم ان هو انا هدرس لكم. فان شاء الله يعني اعرف ان انا اعمل كورس كويس زي الكورس كويس اللي هو كان بيعمله. دكتور حسام حاليا بس هو يعني مريض جامعه الزويل، فهو مش معانا السنه دي وممكن كذا سنه جايه. طيب هنعمل ايه من خلال الكورس ده ان شاء الله؟ هنعمل زي ما كانوا بيعملوا السنه اللي فاتت، هنستعين نفس الريسورسز اللي كانوا بيعملوها السنه اللي فاتت، نفس السلايدز تقريبا بتاعت السنين اللي فاتت، نفس الهوم وركس والاساينمنتس والحاجات دي كلها بتاعت السنين اللي فاتت، علشان تقريبا يعني يبقى في نفس الكواليتي يعني بتاعت الاول ان شاء الله. الكورس اسمه انتروداكشن تو كمبيوتر اركتكشر، يعني انا حتى السلايد اللي شايفها هحط فيها شغل دكتور حسام، اسم دكتور حسام وكل حاجه دي حاجه. الكورس كورس جميل جدا يعني. لو اخدته يا شباب خليني اقول ده ابتدائي ليه؟ لو اخدته في سنه اولى اخدت لوجيك ديزاين، صح؟ اخدت لوجيك ديزاين واخدته سي بلس بلس، اخدته سنه اولى سي بلس بلس، سي بلس بلس. فانت لو اخدته جزء هارد وير جزء لوجيك، واخدته جزء سوفت وير اللي المفروض يعني بيتكتب على البروسيسور او بيتكتب على الكمبيوتر او كده، وبنشغل البروسيسور ده. وبعدين رحنا في سنه ثانيه اخذنا خطوه زياده، اللوجيك جيتس دي ما بقتش لوجيك جيتس بنعمل بيها سيركتس عاديه كده وخلاص، انما بنينا بيها حاجه اكبر اللي هو البروسيسور. فانتوا اخدتوا كورس بتاع مايكرو بروسيسور سكيل، صح؟ عرفتوا تبنوا مايكرو بروسيسور بكل بقى تفاصيله، بالاي ان يو بتاعته، بالريجستر، الريجستر بانكس الموجوده فيه، بكل حاجه. وكتبتوا له اسامبل، صح؟ فانتوا اخدتوا جزء برضه هاردوير اللي هو البروسيسور، البروسيسور ديزاين من جوه، واخدتوا سوفت وير اللي بيحرك المكنه دي او الهاردوير ده، كويس؟ طب احنا المره دي هنعمل ايه؟ المره دي احنا هناخد البروسيسور بتاع السنه اللي فاتت ده خطوه لقدام. هناخده خطوه لقدام. احنا عملنا بروسيسور ما فيهوش اي تعديلات خالص. البروسيسور اللي عملناه السنه اللي فاتت كان بيجمع ويطرح، ممكن يضرب كمان، بنموف شويه بايتس بين الريجسترز. ممكن اخدتوا ميموري اكسس ولا لا؟ اخدتوا ميموري اكسس؟ يعني كنت بتكلم الميموري تقرا منها وتحطها في ريجستر وكده، وخدتوا شويه انترفيسنج مع العالم الخارجي، يعني مثلا تعرفوا التريد من فرق البورت او من السيريال بورت او كده ولا لا؟ فرق البورت، كويس؟ فانتوا اخدتوا شويه انترفيسنج مع كده. المره دي هنزود بقى على الكلام ده، بس هنزود على الكلام ده. هنعمل ايه؟ هنتعلم تكنيكس اقعد شويه في البروسيسور ديزاين اللي احنا اخدناه السنه اللي فاتت. يعني معنى كده ان اللي احنا اخدناه السنه اللي فاتت كان فيه مشاكل. مشاكل الفراغ هي ان البروسيسور ده غلط. بس البروسيسور ده مش بنفس كميه الهاردوير اللي موجوده دي اعرف اوصل لاحسن برفورمنس، كويس؟ فانا المره دي عايز اعمل ايه؟ عندي بروسيسور تقريبا نفس الهاردوير اللي انا اخدته بتاع السنه اللي فاتت، لو بعمل 3 بيزك اوبريشنز اللي هم بفتش، صح؟ وبعد كده بعمل ايه؟ بديكود، صح؟ فتش ديكود اكسكيوت. بفتش الانستراكشن من ميموري، بديكود الانستراكشن علشان اعرف احركه اترجمه الانستراكشن لحاجات جوه البروسيسور يعملها، وبعد كده اكسكيوت، تمام؟ احنا المره دي بقى عايزين نعمل الكلام ده بشكل افيشنت اكتر، نعرف نفيش اسرع، ديكود اسرع، اكسكيوت اسرع، كويس؟ الحاجات اللي انتوا كنتوا واخدينها لحد السنه اللي فاتت يا شباب
لحد النهارده مستخدمه. اللي انت قلته لحد السنه اللي فاتت لحد النهارده مستخدم. مستخدم في ايه؟ ناس تعرف اكيد تعرف مايكرو كنترولرز، يعني في ناس سمعت عن مايكرو كنترولرز وفي ناس اخذت عليه كورسات فيه، صح؟ المايكرو كنترولرز الصغيره دي ما فيهاش اي كومبلكسي من الكومبلكسز اللي احنا هنتكلم عليها المره دي، كويس؟ او في السنسر ده. السنسر ده هنتكلم على كومبلكسز موجوده في البروسيسورز اللي هي مثلا زي البنتيوم بروسيسور مثلا. البروسيسورز اللي زي السيلر مثلا، او زي اللي هي كومبلكس زياده شويه اللي موجوده ممكن نلاقيها في السيل فونز بتاعتنا، ممكن نلاقيها في التابلتس بتاعتنا، ممكن في اللابتوبس بتاعتنا وغيره. فالحاجات بتاعت البيت سيستمز عموما ممكن تستخدم بروسيسورز ما فيهاش تعقيدات كبيره، ممكن تلاقيها مستخدمها في الغساله، مستخدمها في التكييف، مستخدمها في مراوح، كويس؟ الحاجات الاعقد اللي هي زي مثلا موبايل، سمارت فون، زي حاجات ليها علاقه بالكوميونيكيشن سيستمز او كده تستخدم تكنيكس اعقد شويه، كويس؟ الكلام ده بس التكنيكس اللي احنا هنتكلم عليها في السنسر ده هنتكلم عليها تقريبا لحد الالفينات، يعني التكنيكس اللي انت خدتوها لحد السنين اللي فاتت، كويس؟ كانت تكفيك، يعني تتكلم على البروسيسورز او المايكرو كنترولرز اللي كان بيحصل لها ديزاين لحد الثمانينات، كويس؟ اللي احنا هنتكلم عليه السنسر ده بنتكلم على البروسيسورز الديزاين، يعني الناس اللي كانت ديزاين لحد تقريبا سنه 2000، كويس؟ التسعينات لحد تقريبا سنه 2000. طب من بعد 2000 ايه اللي حصل؟ كلكم تقريبا تعرفوا ايه اللي حصل. في يا جماعه عندنا حد فيكم عنده لابتوب بيتكتب عليه ان هو سنجل كور؟ ولا تقريبا كلنا بقى عندنا مالتي كور بروسيسورز، يقول لك دي ولا كور مثلا؟ ولا كور، صح؟ فاللي حصل بعد كده ان هم قالوا ان لا احنا هنشتغل باسلوب تاني، مش هنشتغل بروسيسور واحد، احنا طلعنا افكار كتيره قوي في البروسيسور الواحد، فهنشتغل باربعه بروسيسورز مع بعض. وهنحاول ان احنا نشغل الاربعه بروسيسورز دول في نفس الوقت. طبعا في تشالنجز كتيره قوي في حاجه زي كده. زمان كان عندك مثلا جوه البروسيسور الواحد اي ال يو وعندك ريجستر باك مثلا، فده بيكلم ده مباشره. دلوقتي انت عندك اربعه اي ال يوز في الاربعه بروسيسور، صح؟ وعندك ريجسترز موجوده في كل البروسيسور. ممكن عايز تعمل اوبريشن معينه، جزء منها تعمله في البروسيسور الاولاني وجزء تعمله في البروسيسور الثاني. فبقى عندك انت بروسيسور كوميونيكيشن، كويس؟ ده موضوع جديد، كويس؟ بقى في لينكس ما بين البروسيسورز، عايزين نفهم اللينكس دي ايه اللي بيحصل فيها. مهم انها تبقى سريعه جدا، لان ممكن اللينك اللي ما بين البروسيسورز دي تبقى هي البوتل نيك، يبقى كل البروسيسور من جوه شغال بسرعه قوي، بس وانا هنقل الداتا من البروسيسور للبروسيسور الموضوع ايه؟ يبطا قوي. برضه محتاجين برين كده يكون موجود هو اللي يقسم التاسكس ما بين البروسيسور المختلفين. صح، انا جاي لي تاسك معينه وعندي اربع بروسيسورز، هعملها في الاولاني ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع؟ طب جاي لي خمسه تاسكس في نفس الوقت، هقسمهم ازاي ما بين البروسيسورز المختلفين دول؟ تمام شويه؟ ده تقريبا من وقتها لحد النهارده، ده الشغل المنظم في الاتجاه ده، كويس؟ لحد ما وصلنا النهارده الى ان ودي حاجه خليك تعملوا عليها ريبورت ان شاء الله، الى ان احنا بنستخدم حاجه اسمها جي بي يوز. تعرفوا عن جي بي يوز؟ اسمها جي بي يوز جرافيك بروسيسور يونتس، صح؟ لو انت تيجي تشتري لابتوب ولا حاجه يقول لك ده جي بي يو في مثلا 200 كور، في 300 كور، في 500 كور، كويس؟ احنا كنا البروسيسور العاديه اللي عندنا لما تيجي تشتري كمبيوتر يقول لك ده دي ولا كور او في كواد كور، كويس؟ انما الجي بي يو بتتكلم على 200 كور، 500 كور، 2000 كور. يعني الدكتور محسن رشوان عنده مشروع هنا، في عنده جايب جي بي يو فيها اثنين جي بي يوز، جي بي يو كبيره فيها اثنين جواها اثنين جي بي يوز، كل واحد فيهم فيها 3500 كور. فانت اكيد عندك 3500 بروسيسور محطوطين جنب بعض وبيكلموا بعض طول الوقت، كويس؟ طب هو ليه الكلام ده؟ يعني ليه بيقولوا جي بي يوز؟ يعني جرافيكال بروسيسور يونتس. جرافيكال بروسيسور يونتس لان الجرافيكس كانت اكتر حاجه محتاجه بروسيسنج عالي، فكان بعمل لها كارد متخصص كده الكمبيوتر عندي. الكارد المتخصص ده بحط فيه بروسيسورز كتيره عشان يعرف ان هو يعمل اللي انا محتاجه، كويس؟
بوتنسيال في ان هو يعمل كومبيتيشنز بشكل سريع جدا كويس، واعرف اشغل كل الكورس في نفس الوقت تمام. فالنهارده هو عصر الجي بي يوز. الجي بي يوز دلوقتي موجوده فين؟ يمكن واحد من اكثر الابلكيشنز اللي بتتعمل فيها الجي بي يوز اسمها حاجه اسمها ماشين ليرنينج، سمعنا حاجه اسمها ماشين ليرنينج، سمعنا حاجه اسمها نيورال نتوركس. لو سمعنا الحاجات دي والايدياز دي اصلا الايدياز اللي بتكلم عليها سواء ماشين ليرنينج او نيورال نتوركس موجوده من تقريبا ثمانينات القرن الماضي كويس؟ ما حدش بدا يستخدمها بشكل كبير غير من 3 4 سنين. ليه ما حدش بدا يستخدمها بشكل كبير من 3 4 سنين؟ لان الجي بي يوز اتطورت قوي. الناس بدات تستخدم هي الالجوريزمز دي بتاعت الماشين ليرننج والنيورال نتوركس محتاجه كمبيوتيشنز عاليه جدا 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 جدا. فكانت البروسيسورز ساعتها بتاعت زمان ما تعرفش تستحمل الكمبيوتيشنز دي. فقلنا هنعمل ايه؟ قعدوا يبصوا كده حواليهم، طب انا محتاج بروسيسورز كتيره، ممكن الاقي فين البروسيسورز الكتيره دي؟ في دومين تاني، في فيلد تاني كان اسمه جرافيكس. الجرافيكس الناس بتوع جرافيكس كانوا بيستخدموا طاقة اسمه جي بي يو، ده في جوه البروسيسور كتير. فاحنا بتوع الماشين ليرننج والنيورال نتوركس هنستخدم ايه؟ الكارد ده مش عشان الجرافيكس انما عشان حاجه ثانيه. اكيد برضه سامعين ان يعني بكره اللي هو مثلا كمان 5 سنين ولا حاجه هنبدا نخش في عصر دي خالص اسمه سيلف درايفنج كارز، اللي هي العربيه اللي بتسوق نفسها بنفسها كويس، ولا روح من حته لحته وتروح رايحه من حته كويس. العربيه اللي بتسوق نفسها دي فيها بقى كميه بروسيسنج رهيب موجود جوه. ليه؟ لان انا عندي كاميرز، الكاميرز دي بتبص على السين الحواليه تعمل اناليسيس للسين ده تقول ان ده اوبجكت اسمه بني ادم وده اوبجكت اسمه اشاره، والاشاره دي دلوقتي لونها احمر، ده دلوقتي في حد معدي قدامي، في دلوقتي اوبجكتس حواليا بس فيهم عربيات، العربيات دي طبيعي ان هي تكون موجوده حواليا، انما البني ادمين مش طبيعي ان هم يكونوا موجودين حواليا، العربيات دي ماشيه بسرعه كبيره ماشيه بسرعه صغيره. لو عايز احقق امشي يمين يبقى لازم اشوف اذا كان في عربيات جنبي يمين ولا مفيش عربيات جنبي يمين. كل الالجوريزمز دي كلها محتاجه بروسيسنج مهول كويس؟ الابلكيشن ده اللي هو بتاع السيلف درايفنج كار مستحيل كان يتعمل من غير ما يبقى في تطور في حته الجي بي يوز كويس. عشان كده احنا قلنا السنه دي هنعمل ريبورت عن الجي بي يوز كويس. طب الجي بي يوز جواها بروسيسورز، البروسيسور دي يا شباب بتستخدم ايه؟ بتستخدم التكنيكس اللي هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا المره اللي ان شاء الله كويس. فاحنا الكورس بتاعنا هدفه ان هو ريكوجنايز واكسبلين واناليز المايكرو اركتكشر فيتشرز اوف كارنت بروسيسور ديزاينز، وتعرف الادفانس وديس بيرسون انتر كونكشن سكيمز. كلمه انتر كونكشن دي مهمه جدا هتاخد فيها شويه محاضرات. يوز تو كونكت ذيس بروسيسورز اند اذر سيستم كومبوننتس سبيشالي ايه بقى؟ ميموريز. ميموريز دي من اهم الحاجات عندنا في اي سيستم. يعني انا مثلا عندي طالب في السيستم بيشتغل معايا تيجي تبص كده على الديزاين بعد ما خلصنا الديزاين تلاقي ان انت عندك مثلا عملت سيركت، السيركت دي تلتها لوجيك وتلتينها ميموري. عشان بس نعرف اهميه الميموري في الموضوع، اهميه حد عايز يعمل اوبتمايزيشن سيرت ديزاين عشان يقلل الاريا بتاعته يبص فين. فكره الميموري وفهمها وازاي نعرف نتكلمها ازاي ونقرا منها ازاي وكده مهمه جدا. فهناخد برضه شويه محاضرات عن الميموريز خلال السيمستر ده. السنة اللي فاتت اتكلمنا بقول لكم اخدت شوية انترفيسنج، الانترفيسنج البسيط اللي اخدته السنة اللي فاتت كان مع البارلل بورت مثلا، بس هو عموما ابسط حاجة. احنا لو انا عندي لاب توب او عندي تليفون، التليفون ده يا شباب انا وانا بتكلم فيه الصوت بتاعي انالوج ولا ديجيتال؟ الصوت اللي خارج مني انا انالوج صح؟ التليفون ده بايت ديفينيشن كل البروسيسنج جواه ماله؟ ديجيتال صح؟ يبقى انا محتاج احول من ايه؟ او من انالوج لديجيتال صح؟ طيب الحاجه اللي بعد كده انا بسمع من التليفون، الصوت اللي بيجي لي في وداني المفروض ان هو يجي لي حاجه ايه؟ انالوج صح؟ الحاجه اللي خارجه من التليفون هتبقى ايه؟ ديجيتال. يبقى انا محتاج ديجيتال وانا كونفرت كويس؟ فاحنا هنتكلم هنا بقيت بقى السيستم كله على بعضه، انا عندي جوه البروسيسور شويه حاجات وبعدين البروسيسور ده بيكلم العالم الخارجي. من اهم تو يونتس بيتكلم عن طريقهم العالم الخارجي هم الانالوج ديجيتال والايه؟
وديجيتال جارد. خلاص هنتكلم شويه عن الحاجتين دول. تمام. فالكورس تقريبا متقسم بالشكل ده. الجزء الاولاني اسمه بايت لاينز اند برانش كولكشن، وده ان شاء الله هندرسه لكم في محاضرات يوم الخميس. ده بيتكلم على البايت لاينز اللي هنبدا فيها النهارده ان شاء الله. بيتكلم على حاجه اسمها برانش كولكشن والمالتيبل ايشو ماشينز والستاتيك دايناميك سكاتشولينج. هنتكلم على الحاجات دي ان شاء الله خلال المحاضرات بتاعتي. تمام. بس كلها سنتر حوالين الفكره بتاعي، هو انا ازاي اسرع البروسيسور بتاعي بتاع السنه اللي فاتت. خلاص السنه اللي فاتت عملت الديزاين بروسيسور، عايز اسرع الشغل بتاعي. الجزء الثاني اللي هو يا اما الدكتور ان شاء الله محمد رياض، يا اما الدكتور عمرو حسين، حد من غيره، الدكتور محمد رياض هو اللي هيخش بعدي على طول، هيتكلم عن الميموريز. هيتكلم عن يعني ايه ميموري تايبس، ويعني ايه كاشز، ويعني ايه انترليفينج، فيرتشوال ميموري. الحاجات دي موجوده في كل البروسيسورز، موجوده في كل الكمبيوترز بتاعتنا. كويس؟ يعني انت حتى لما تيجي تشتري كمبيوتر يقول لك ده في قد كده كاشز، في قد كده كاش ميموري. طب ليه كاش ميموري كبيره وكل ما تكبر هيسرع الاداء بشكل كبير جدا 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 جدا؟ هنفهم الكلام ده. كويس؟ الحاجه اللي بعد كده هي الكونكشنز، ودي هنحاول بقى يوم الاحد ان شاء الله مع الدكتور احمد خطاب. هنتكلم بقى يعني ايه سيريال فيرسس بارلل، الباس ستاندرز، اربيتريشن، اليو ار، الحاجات دي كلها. خلاص فدي هتبقى محاضره يوم الاحد. وبرضه خلال محاضره يوم الاحد هتتكلموا على الجزء بتاع الديجيتال بقى والكونفرتر، وانا الديجيتال كونفرتر دول برضه اربع محاضرات في محاضره يوم الاحد ان شاء الله. طيب الجزء بتاع البايب لايننج اللي هو الجزء الخاص بيا انا، هتلاقوه في ابندكس A، ده الريفرنس بتاعي. في ابندكس A في الريفرنس ده اسمه كمبيوتر اركتكشر اكوانتيتيف ابروتش باي ديفيد بيترسون اند جون هينسي. تمام. وموجود في المكتبه لو الناس عايزه تصور في الشابترز او الابندكس ده، موجود في المكتبه بالبونس دي. خلاص انا هبعت المندوب الويب سايت ده، خلاص هبعت المندوب الويب سايت ده، لان الظريف كمان هو عليه كل الليكشرز. احنا الليكشرز كلها موجوده، تعرفوا تنزلوها من هنا على طول. خلاص؟ تمام كده يا شباب؟ احنا هيكون عندنا خلال ان شاء الله الاعمال بالنسبه لاعمال السنه هناخد 100 كيرف درجات كده من 10 ل 15. في 100 كويزز، 100 كويزز واحد قبل الميد تيرم تقريبا باسبوعين، وواحد قبل الفاينل تقريبا باسبوعين. كويس؟ وهناخد ريبورت. خلاص هناخد ريبورت عن الجي بي يوز. فدي حاجات لسه هنسق مع بقيه مع الدكتور احمد خطاب. احنا كلنا هنتشارك انا ودكتور احمد خطاب هنشارك في الميد تيرم. فهنشوف بقى هنعمل ايه في بقيه الكويزز وبقيه الحاجات التانيه. خلاص؟ طيب في اي اسئله؟ اي اسئله؟ ايوه نفس السؤال. وكتير قوي من شرح السلايدز دي موجود في الريفرنس اللي بقول عليه. يعني هو دكتور حسين تقريبا ملخص الريفرنس اللي بقول عليه ده جزء باي باي وحطه في السلايدز. خلاص؟ اتفضل. ماده 100 100 70 70 فايل 30 على 90. طيب يا شباب بالنسبه طيب فدي اول محاضره عندنا بنتكلم عن حاجه اسمها بايب لاينز. ويعني ايه بايب لاين؟ بايب لاين ماسوره، ماسوره تقريبا. بايب لاين يعني ماسوره. احنا هناخد المواسير. كويس؟ نتكلم عن المواسير اللي هي المحاضره المحاضره الاولانيه دول. خلاص؟ الكونسيبت ده اصلا هتلاقوه مش بس بروسيس ديزاين، انما حاجات تانية كتيرة جدا كطريقة تفكير بقى كمهندسين حتى لما تيجوا تشتغلوا في أي حاجة تانية. الحاجة الأولانية اللي عايزين نتكلم عليها هو أنا لما أجي أقيس أداء سيركت معين، كويس، أو أقيس أداء بروسيسور معين، بقيس الأداء ده إزاي؟ بقيس الأداء إزاي؟ ممكن أقيسه عن طريق كذا حاجة، ممكن حد يخترق حاجات، في حاجات موجودة هنا وممكن نتكلم عن حاجات تانية. سرعته، يعني ايه بقى سرعته؟
بصي ممكن يكون واحد واقف مكانه وعمال يجري بسرعه 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 بس مش بيدي الحاجه صح؟ وفي واحد تاني ممكن يكون بيجري من هنا لهنا بسرعه بس بيدي الحاجه. فده سريع وده سريع، بس ده سريع مش برودكتيف، وده سريع بس ايه؟ بس برودكتيف صح؟ فمجرد الباك اللي انا بتكلم فيها دي في حد ذاتها دي مش اهم حاجه في الدنيا. يبقى حاجات كتير او اوامر في وقت معين، يعني كام انستراكشنز يعملهم بير سكند صح؟ كام انستراكشن يعملهم بير سكند؟ ده الحته دي مهمه جدا، ده بنسميه ثروبوت. ده بنسميه ثروبوت. ثروبوت ده هو مكتوب هنا ذا نمبر اوف تاسكس فينشد ان فيكسد تايم. يعني انا لو انا بتكلم باللغه بتاعت الكوميونيكيشن مثلا، كلمه ثروبوت في الكوميونيكيشن هو انا ببعت كام بت بير سكند؟ طبعا كام بت في سكند؟ 200 بت في سكند ولا 2000 بت في سكند ولا زي مثلا الواي فاي بيوصل ل 65 مليون بت في سكند. كويس؟ ف ده اسمه ثروبوت. ايه هي التاسكس اليوسفول اللي بعملها بير سكند. بس في متر تاني ليها علاقه بالوقت برضه. طب بير سكند دي بقى ليها علاقه بالوقت. في متر تاني ليها علاقه بالوقت برضه بتستخدم اللي هي اللي فوق دي اللي هي اسمها ليتنسي. ليتنسي دي معناها ايه؟ ليتنسي معناها هي التاسك الواحده بتاخد معايا وقت قد ايه؟ التاسك الواحده بتاخد معايا وقت قد ايه؟ بس طب ما دول مش حاجه واحده؟ بعد ما نمشي شويه كده هنلاقي لا مش حاجه واحده. معنى التاسك الواحده بتاخد معايا وقت قد ايه؟ يعني خلينا نقول ايه؟ الاكزامبل بتاع البيكنج براد ده. البيكنج براد لو انا عايز يا جماعه نعمل عيش، هو احنا نخلص وعايزين نعمل عيش. فبنعمل ايه في المخبز ده؟ بيبقى في ده من دقيق صح؟ وميه واحتمال يبقى فيها قبل ما تعمل اشكال قوي كويس؟ فبناخد الدقيق والميه بنصبهم في مكان وبعد كده نعجنهم نحط خميره ونسيبها تخمر صح؟ وبعد كده نروح واخدين العيش ده او واخدين العجينه دي ومطورينها كده تمام؟ وحاطينها على الطاوله ونحط الطاوله دي في الفرن تطلع بود قادر عيش منفوخ جميل كده مع شويه طعميه وفول وحاجه عظيمه جدا حلو؟ فده كده دي كده تاسكس صح؟ لو انا بتكلم على ليتنسي بتكلم على ليتنسي كده رغيف العيش يا شباب بياخد له تقريبا قد ايه؟ رغيف العيش واحد عشان يطلع بياخد له تقريبا قد ايه؟ ناخد مثلا نقول ايه ساعه خلينا نقول ساعه حلو؟ بس هل الاداء بتاع الفرن بتاعي ده هل الاداء بتاع الفرن بتاعي ده ان هو بيطلع لي الريت الساعه؟ طب الثروبوت بقى لو انا عايز احسب ثروبوت هحسبه ازاي؟ هحط عوامل اخرى زي ايه مثلا؟ كام ريت عيش؟ هو انا وانا بخبز بعمل ريت عيش واحد؟ لا انا ممكن اعمل 100 ريت عيش في نفس الوقت. لو انا بعمل 100 ريت عيش في نفس الوقت وكلهم بعجنهم واخبزهم في نفس الوقت واحطهم في القلاوة واخدهم في الفرن ويطلعوا لي يبقى انا كده بعمل 100 ريت في الساعة. يبقى الثروبوت بتاعي 100 ريت في الساعة بالرغم ان هي يا شباب بالرغم ان الليتنسي هي الريت بياخد ساعة كاملة على بعض. واضحة الفرق يا جماعة ما بين الثروبوت والليتنسي؟ طب هو انا كده ازاي عرفت ان انا ازود الثروبوت بالشكل الكبير ده بالرغم ان الليتنسي سبب؟ خلي بالك لو انت بقى بتحط 100 ريت مع بعض خليتهم 300 يبقى انت كده الثروبوت بتاعك حصل له ايه؟ هيزيد صح؟ ليتنس ما حصلهاش حاجه. ليتنس ما حصلهاش اي حاجه صح؟ انا في الاخر بقى ما بشتغل على ريت واحد بشتغل على 300 صح؟ السؤال بقى طب في حاجه في النص كده في سم اوفر هيد حصل او حاجه كده ما خدناش بالنا منها ازاي؟ بدل ما اطلع رغيف واحد هطلع 300 في اريا اكبر محتاج اريا اكبر عشان اعرف الطلبه بتاعتي اللي بحط فيها الرغيفه دي كلها مع بعض تكفيهم كلهم محتاج اريا اكبر صح؟ في حد عايز يقول حاجه تانيه؟ ليه؟ الله ينور عليك سقف الراجل ده. المندوب بتاعته قال ايه؟ عماله
ايه؟ ان انت تشتغل ان بارلل تزود الثروبوت. عن طريق ان انت تشتغل ان بارلل تعمل ايه؟ تزود الثروبوت صح؟ بس محتاج احيانا محتاج ايه؟ عماله اكتر. تمام؟ طيب بس في فكره ثانيه ممكن تزود بيها الثروبوت غير ان احنا نشتغل ان بارلل. تزود ايه؟ يبقى كده برضه مور باراليزم صح؟ يعني كده بكلم نفس فكره الباراليزم، انما لو انا مش بتكلم بقى على فكره ان انا بشتغل ايه باراليزم مش هتفضل. تزود البرفورمس على شخص واحد، حلو المفروض ده جدا. بيقول لك انا دلوقتي عندي خمسه شغالين، طب ما كل واحد فيهم كده ضربه كويس قوي، ضربه كويس قوي واخليه يعمل التاسك بشكل افيشنت اكتر واسرع. بس خلي بالك عشان تزود البرفورمانس بتاع الشخص الواحد يبقى الشخص ده لازم يكون ايه؟ مركز. ما الشخص اللي هو بتاع كله ده بتاع كله ما ينفعش ان هو يبقى شاطر في كل حاجه. صح؟ لازم يكون مركز في حتته على الراجل بتاع العجين. فالراجل بتاع العجين بعجل كويس جدا وجنب راجل بتاع تشكيل العيش بيشكل عيش بشكل كويس جدا وعندي واحد متخصص ان هو بيدخل الفرن بيدخل الفرن كويس جدا وعندي واحد في الاول خالص كان بينقل الدقيق والحاجات المختلفه دي بينقله في مكان واحد بشكل كويس جدا للطبق الكبير اللي بعمل فيه فانا عندي كذا فرد بص شايف عندي كذا فرد كل واحد بيعمل حاجه وبيسلموا لبعض صح؟ كل واحد بيعمل حاجه بس عشان هو مركز في الحته بتاعته بيعملها ايه؟ يعني بشكل كويس. فانا بعمل كده بشكل كويس، وانت بتعمل كده بشكل كويس، انا بخلص كده بسرعه وبسلمها لك. وانت بتخلص كده بسرعه وبسلمها لك، صح؟ طيب يعني انا لو عندي دي اتفضلت. عندي فكره كمان؟ ايه؟ يا سلام عليك، صح كلها بقى. اروح اسلمها للي بعد تجي لي جوده جديده احط
محتاج ان هو يبقى امكانياته كبيره يكون بيفهم ازاي يركب ريزيستور في نفس الوقت ازاي يركب كاباكس بولس في نفس الوقت ازاي يعمل سيرفيس ماونت وفي نفس الوقت مش عارف. لا انا هخلي الاشخاص دول كل واحد فاهم كده كويس قوي الريسورس ده اوبتمايز الحته دي يعملها مظبوط ويسلمها ليه؟ يسلمها لوحده. اتفضل. صح. صح. سؤال. الديلي بنتكلم على الديلي دلوقتي ليه؟ يبقى انت لا تدور بس. قال الديلي يا شباب يعني ايه ديلي؟ قالت حاجه ان دلوقتي ممكن يكون وانا شغال في الفرن الفرن ده بياخد وقت اطول من اللي قبليه، ده قصدي كده؟ يعني هو مثلا استخدم مثلا عدد يعني مثلا في 10 دخلوا حلو بس فيهم اللي قبليه هو دخل خلاص الحياه المفروض يطلعوا يعني الموضوع الباشمهندسه بتقول ايه؟ هو مين قال لك ان الوقت الوقت اللي العيش هيقعد فيه في الفرن هو نفس الوقت اللي الراجل فيه بتاع مثلا تشكيل العيش هياخده بالظبط يعني فضل العيش قاعد في الفرن بيقعد نص ساعه في الفرن حلو الراجل اللي بيشكل العيش ده بيشكل العيش في 10 دقايق بس كويس يبقى انا في الفرن ابطا من ايه؟ من الراجل اللي بيشكل العيش صح؟ يبقى كده في مشكله صح؟ دي احدى التشالنجز الحقيقيه الموجوده في البايب لاين ان لو في واحد في البايب لاين ده اللي احنا شغالين بيه الراجل يا جماعه هنرجع تاني للراجل اللي بيجمع لفكره تجميع الجرد لو في واحد في النص اللي هو بتاع الكباسيتورز ده مش نايم بقى كويس ومزاجه مش مظبوط ومش عارف ايه وعمال بقى يفضل يكباسيتور يقعد يشرب سيجاره يفضل يكباسيتور ويهدى كده شويه بطيء هيعمل في البايب لاين كله هيبطله وبالتالي فالفكره البسيطه اللي احنا اتكلمنا فيها الباشمهندسه قالتها في الاول دي اللي هي كل واحد يشتغل والتاني شغال كمبدا عام كفكره عامه صح مظبوطه كفكره عامه صح مظبوطه بس هل مفيش كونسيدريشنز اخرى؟ لا في كونسيدريشنز اخرى احداها ايه؟ وانا بديزاين البايب لاين ده اخد بالي ان مفيش بوتل نيك مفيش عنق زجاجه كده موجود في النص بيخلقني البايب لاين مفيش حد بطيء في النص بيخلي الفلو كله على بعضه مش ماشي كويس لازم اخد بالي من الحته دي طب تتعمل ازاي هنشوف في خلال المحاضره اللي جايه ان شاء الله حاجات زي كده ممكن تتعمل ازاي واضح يا جماعه بس اتفهم يا جماعه دلوقتي من الكلام اللي انا اتكلمته في تو كي ووردز مهمين عايزكم تطلعوا بيه الكي وورد الاولانيه هي الباراليزم انا بشتغل بارلل ممكن اشتغل بارلل عشان ازود ثروت الفكره الثانيه هي البايب لايننج عشان ازود ثروت خلاص الاثنين مش نفس الحاجه الاثنين مش نفس الحاجه احيانا بيكونوا مرتبطين ببعض بس دول مش نفس الحاجه الفكرتين مستخدمين في البروسيسور ديزاين وفكره البارلليزم في حد ذاتها مستخدمه مش بس في البروسيسور ديزاين مستخدمه كمان في الجي بي يوز اللي هي جرافيكال بروسيسور يونتس اللي اتكلمنا عليها اللي هي فيها 200 بروسيسور بيشتغلوا كلهم في نفس الوقت علشان يحاولوا يعملوا التاسك بتاعته بسرعه. واضح؟ الطريقتين دول بيزودوا لي الثروبوت، خلاص؟ واحنا فهمنا الفرق بين الثروبوت والليدز، خلاص؟ طيب. دي امثله اخرى لو انا واقف في محطه قطر كويس؟ او في المترو. في المترو يا شباب برضه خلينا نشوف الليتنسي فرق بين الليتنسي وبين الثروبوت. احنا واقفين طابور ورا بعض وقدامنا الراجل بيطلع تذاكر. حلو؟ الراجل اللي بيطلع تذاكر بيطلع تذكره كل 10 ثواني. انا لو جيت طابور طويل هل هاخد التذكره بتاعت 10 ثواني؟ لا مش هاخد التذكره بتاعت 10 ثواني، صح؟ امال هتكرر على ايه؟ على طول الطابور كمان، يبقى انا في ويتنج تايم كان في بروسيسنج تايم كويس وبالتالي فبالرغم ان الثروبوت بتاع السيستم ده ثروبوت عالي هي
وطيت كل 10 سكندز بس الليتنس اللي موجوده على كبيره، الليتنس كبيره لان انا في ويتنج تايم كبير انها ثروبوت مايل يا شباب، ثروبوت بتاعي عالي خلاص. ده برضه مثال بيخلينا نفكر هو ايه الفرق بين الليتنسي وبين الايه؟ وبين الثروبوت. دي حاجه، دي حاجه ثانيه. طيب العادي يا شباب، تفتكروا العادي بتبص على الثروبوت ولا بتبص على الليتنسي؟ الاثنين. العادي بتبص اكتر على الثروبوت، العادي بتبص اكتر على الثروبوت. في بعض الابلكيشنز القليله بتبص فيها على الليتنسي. يعني زي ايه مثلا؟ لو انت بتتكلم في التليفون، حلو؟ بتتكلم في التليفون، فالمفروض الراجل التاني اللي في الناحيه الثانيه، مثلا انا بتكلم هنا في جامعه القاهره وبكلم حد مثلا في شغل، المفروض الراجل لما يجي يسمع المكالمه يسمعها ريل تايم. يعني انا بحط كونسترين اند تو اند، من اول ما اتكلم لحد ما هو يجي يسمع الصوت 100 مللي سكند. الابلكيشن ده الليتنسي مهم مش بس الثروبوت. ما هو ممكن الصوت يتسمع كله صح والبروسيسنج يتم مظبوط واعمل كومبريشن وديكومبريشن وترانسميشن وكل حاجه ويوصل الناحيه الثانيه من غير اي تراخي خالص في الكلام، بس يبقى في نص دقيقه فرق ما بين الكلام اللي بقوله وما بين الكلام اللي سمع الناحيه الثانيه. هل الابلكيشن ده مناسب ان انا ابص على الثروبوت بس، ولا مهم كمان ان انا ابص على الليتنسي؟ مهم ان انا ابص على الليتنسي من اول ما بتكلم، من اول ما ببدا الباص لحد ما بتخلص، يعني توصل الناحيه الثانيه وتتسمع تاخد وقت قد ايه؟ الليتنسي هنا مهم قوي. لو انا بتكلم في ابلكيشن يا شباب بتاع مثلا زي سكاي او ماسنجر او غيره، بعمل فيديو تشاتنج، انا هنا في مصر وبكلم واحد في امريكا، ينفع وانا بتكلم فيديو كده الاقي الكلام اتاخر له مثلا 10 ثواني ولا حاجه؟ او الصوره؟ كلنا بنحس لما ده بيحصل، كلنا يا شباب بنحس لما ده بيحصل ان في مشكله، صح؟ ان الاداء مش مظبوط. فابلكيشن زي ده مهم جدا في ايه؟ ليتنسي، تمام؟ البايب لاينين والباراليزم مش بيحل مشكله الليتنسي، بيحل مشكله ايه؟ الثروبوت. لو انت عايز تحل مشكله الليتنسي فكر باسلوب مختلف. فكر باسلوب مختلف. تمام؟ طيب يعني في ابلكيشنز الليتنسي فيها مهمه، بس احنا بس بنتكلم على البروسيسورز ومعظم الحاجات اللي بنفكر فيها بنفكر كتير قوي بنحط اولويه للثروبوت يعني حاجه. خلاص؟ طيب ماشي، ده مثال برضو عشان نفهم الفايب لاين. يقول لك انت عندك حريق حصل عندك في مزرعه او حاجه، وعندك بيت موجود في الناحيه الثانيه، عندك بيت موجود في الناحيه وعندك حريق الناحيه الثانيه، عايز تطفي الحريق هتعمل ايه؟ في كذا حل. يكون عندك بني ادم واحد ده بطل شجاع، هيعمل ايه؟ هيطفي الحريق لوحده. فالريسورس ده يروح جاي الجبل، رايح هناك عند البير يملى الميه، يروح رايح هناك يطفي الميه. يقعد يعمل كده لحد ما الميه تطفي. وناس طبعا تانيه بتتفرج عليه مش فاهم معايا، خلاص؟ ده حل. كويس؟ الحل ده افيشنت ولا مش افيشنت؟ مش افيشنت، صح؟ بطيء جدا. طب نعمل ايه؟ افرض جالك اثنين كمان يساعدوك. جالك اثنين كمان يساعدوك. الاثنين دول عايزين يسرعوا الاداء. اقترح يا شباب عليا اقتراحات كده الناس دي تعملها بحيث ان احنا نسرع الاداء. مش مهندس عيلتك يقفوا يسلموا بعض، هيقفوا ازاي؟ هيقفوا ازاي؟ يا راجل واقف هناك مكتئب. انت عارف بس طب شباب عايزين ثلاثة متطوعين روح، ثلاثة متطوعين روح تطوع انسانيات اتفضل تعالى. لا هم ثلاثة جم خلاص صبح عشان كنت طوعين. باي باي يا اسطى.
هو اي هو ده رقم ايه ماشي خلاص هتشغلها في بوتش كويس وهسوق عبد الرحمن هيقفل تسعه اقلام تسعه اقلام اللي هناك دول وقت قد ايه؟ ماشي؟ يلا وليه ابدا لما تيجي تشغلها في بوتش طيب الاوفر اول برفورمانس كان يا شباب
ضغط شويه بس دي واسعه ضغط شويه اعملها ضغط شويه بص كده ضغط بص كده خلي بالكوا هم عملوا ايه؟ قسموا المسافه على ثلاثه قسموا المسافه على ثلاثه تمام
هتستخدم. بعد كده بعمل ديكود، الديكودر بس هو المستخدم هنا هو اللي منور دلوقتي وشغال. بعد كده يعمل اكسكيوت ده لوحده اللي منور. بعد كده يعمل ميموري رايت، بعد كده رايت في الدام بتاعه. خش على الاستراكشر اللي بعده عند كلوك رقم 6 تقدر تعمل فيتش للاستراكشر الجديد. عند كلوك رقم 7 تعمل ديكود للاستراكشر الجديد. 8 تعمل هنا، 9 تعمل هنا، 10 تعمل هنا. هل في اي فرق بين ده وده؟ كده مفيش اي فرق خالص. الاولاني اخد 1 كلوك سايكل كبيره فوقها 5 نانو سكندز. السيناريو الثاني اخد 5 كلوك سايكلز كل واحد فوقها 1 نانو سكند، وبالتالي الاستراكشر برضه قلنا افريج خلص قد ايه؟ في 5 نانو سكند برضه، 5 نانو سكند برضه، الاستراكشر خلص 5 نانو سكند. الاثنين الاستراكشرز خلصوا في 10 نانو سكند. خلاص؟ طيب الحل بقى بتاع البايب لايننج قال لك يعمل ايه بقى؟ قال لك بص في الاول فيتش الاستراكشر الاولاني، وبعدين وانت بتديكود الاستراكشر الاولاني فيتش الاستراكشر الثاني، وانت بتكسكيوت الاستراكشر الاولاني ديكود الثاني وفيتش الثالث. كويس؟ اظن في مثال هنا اطول شويه هنا. كويس؟ فيتش الاولاني ديكود الاولاني فوق الثاني. بس شغل خلي بالك دول الاثنين الريسورس مالهمش علاقه ببعض. ده عبد الرحمن وماسر كل واحد بيعمل حاجه. عبد الرحمن كان بينقل مين؟ ماسر كان بينقل من هنا لهنا، عبد الرحمن كان بينقل من هنا لهنا. ده ليه تاسك معينه بيعملها وده ليه تاسك معينه بيعملها. ده ملوش علاقه بالجزء ده خالص وده ملوش علاقه بالجزء ده خالص، فينفع يشتغلوا في نفس الوقت. الانستراكشن فيتش شغلناها في الاول، بعد كده الانستراكشن عند الكوك الثانيه شغلنا اثنين ريسورس في نفس الوقت، واحد بيعمل ديكود وده بيعمل انستراكشن فيتش الانستراكشن الثاني. عند الكوك الثالثه شغلنا ثلاثه تاسكس في نفس الوقت وثلاثه ريسورسز. بيعملوا ايه الثلاثه ريسورس دول؟ واحد بيعمل اكسكيوشن للانستراكشن الاولاني، الثاني بيعمل ديكودنج للانستراكشن الثاني، التالت بيعمل فيتش للاستراكشر التالت. صح يا جماعه؟ واضحه كده؟ الكوب اللي بعديها عندي اربعه ريسورسز شغالين دلوقتي في نفس الوقت. فاهم يا جماعه؟ اربعه ريسورسز شغالين في نفس الوقت. الريسورس الاولاني ميموري رايت. كويس؟ هنتخيل في الوقت الحالي ان انا الانستراكشنز موجوده في ميموري، الانستراكشنز موجوده في ميموري والديتا موجوده في ميموري تانيه. كويس؟ فانا بفيتش من ميموري وبالكود وبكتب الداتا في ميموري تانيه، وبالتالي فانا هنا برايت في الميموري بتاعت الداتا بالنسبه للاستراكشر الاولاني، باكسكيوت بالنسبه للاستراكشر الثاني، بديكود بالنسبه للاستراكشر الثالث، بفتش بالنسبه للاستراكشر الرابع، وهكذا. واضح يا جماعه؟ واضح دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ده كده بايب لاين ديزاين. ده احنا ما كناش بنعمله السنه اللي فاتت صح؟ السنه اللي فاتت كنا اخدنا فيتش ديكود اكسكيوت. اي انستراكشن يجي لك عامل اول فيتش ديكود اكسكيوت تخلص وبعدين تبدا بقى لوب. صح كده؟ اتفضل. لا استنى، يعني مش ازاي كلهم فيتش؟ يعني هو يعني انت مثلا الاكسكيوشن محتاج ايه اللوب؟ الفيتشنج محتاج ان انت تقلل الميموري. ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. ما ينفعش ايه اليو تعمل فيتش. لا مش موضوع الريت اللي وراه، موضوع ان انت اكيد عندك خمس دوائر ما لهمش علاقه ببعض، كل واحد منهم او خلينا نقول ايه؟ عندك مخلص في خمس اشخاص، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ده بيعمل خمس، ده بيعمل خاطئ في الاول بيصب المكونات اسمه استراكشر فيتش. التاني بيعمل خلط اسمه ديكود. التالت بيعمل عجين، تشكيل عجين اسمه اكسكيوت، وهكذا. كل واحد متخصص في حاجه. ما ينفعش ان الديكودر ده اقول له والله انت ابدا اعمل ايه؟ اعمل فيتش وانت فاضي. ما ينفعش. فاهمني؟ لا لو فرق لو فرق لازم يبقى لازم يبقى عندك 6 فيتش يونتس.
او خمسه فيش يونتس صح؟ عشان كلهم يفتشوا في نفس الوقت. ده كان عندك فيش واحد. عندك بيان فيش واحد. خلاص؟ هاي شكل اي اسئله؟ اتفضل. لو انت عارف بقى ان الانستراكشن هياخد وقت قد ايه؟ كل
تقريبا بايب لاين ستيج اللي هو كيس اي دي 5 كويس. بس كده كل الانستراكشن هيبدا ياخد 5 نانو سكند بس على بعضها الثروب على بعضها الليتنسي. الليتنسي 5 نانو سكند. ايوه كل الليتنسي 5 نانو سكند. ثروبوت وان افريج بقت 1 انستراكشن بير كلوك سايكل. واضحه؟ هو كام يا سلام عليك سلام في الراجل الجامد. مش كل صوابع زي بعضيها. انت لما تيجي تدخل في الفرن العيش بتاعك هياخد في الفرن مقطع اطول من الراجل اللي قبليه. وبالتالي هو بيعرف هنا ايه بقى؟ المابنج اللي جاي في دماغه. ما هو مش كل الاستراكشر هتاخد نفس النمبر اوف كور سايكلز. صح؟ هنا بنتكلم على فيري سبيشال يعني خلينا نقول بروسيسورز بسيطه خالص. طب لو الدنيا عقدت شويه عن كده هنعمل ايه في المحاضرات الجايه؟ دي حاجة دي ايشو من ايشوز الموجودة طبعا. بس دي ايشو من ايشوز الموجودة. شايف؟ بدأنا نطلع عشان. خلي بالكوا في هنا حاجتين ما حورناهوش. الحاجة الأولانية إن احنا قلنا تخيلنا إن البايب لاين مليان طول الوقت وبالتالي الأفريج اللي بتاخده كل انستراكشن هي 1 سايكل وده زي ما قلنا يعني مش اكيوريت قوي. الحاجه الثانيه ان انا مش حاطط هنا تايم بتاع الاوفر هيد زي ما قلنا وانا بعمل بايب لايننج يبقى في اوفر هيد وانا بتنقل من بقلل من ريسورس لريسورس بقلل من ريسورس لريسورس بقلل من ريسورس لريسورس يبقى في اوفر هيد صار اوفر هيد. الكلام ده هنا مش واخد في الحسبان معايا خالص كويس. يبقى دول حاجتين مش واخدهم في الحسبان في الحسبه بتاعت الهيد. الطبيعي ان انا بكون السبيد اب بتاعي عشان كده اسمه ايديال سبيد اب كويس. السبيد اب بتاعي بيكون اقل من ان بشويه خلاص. طيب زي ما شفت ايه it is easier to decode while reading the registers if the instruction format has fixed field sizes with a varying width format pipeline instructions. يبقى كل لو انت عامل instructions الطول بتاعه مختلف pipeline هيكون اصغر. يقول لك بقى the pipeline latches add some time overhead. ايه بقى فكره the pipeline latches دي؟ او لو ايه موضوع pipeline latches؟ ثانية واحدة. هقول ان
سي بتساوي اي بلس بي، وبعد كده ده الاوتبوت بتسميه اي كويس، وبعد كده حولت اي بتساوي سي بلس بي كويس. دي كده يونت ريسورس صح؟ ده كده ريسورس وده كده ريسورس تاني صح؟ من غير بايب لايننج، من غير بايب لايننج ادي ايه؟ ادي بي، ادي بي ده من هنا يطلع لي من هنا الاوتبوت بتاعي اللي هو الاي على طول. حلو ده من غير بايب لايننج على طول اوبريشنال لوجيك. الكلام ده كله يخلص في كلوك سايكل واحده كويس؟ يخلص في كلوك سايكل واحده طولها اثنين يونتس او اثنين نانو سكندز. العادي ان في 1 نانو سكند بتخلص بتتاخد هنا و 1 نانو سكند تقريبا بتتاخد هنا كويس؟ انا عايز احول الديزاين ده خلي بالكم، عايز احول الديزاين ده لبايب لاين ديزاين. يعني عايز اعمل ايه؟ ما هو مش هيجي لي A و B مرة واحدة بس، المرة الأولانية هيجي لي الـ A والـ B دول 3 و 5 و D 7، يبقى بجمع 3 زائد 5 زائد 7، هي كده أرقام تانية 8 زائد 11 زائد 32، أرقام بعد كده 5 7 و 12. ممكن كل أوبريشن من دول تروح واخدة الاثنين سايكلز بتوع دول وتروح لحلها. يبقى أنا كده بعمل أديشن ري نمبرز أديشن كل 2 نانو سكندز. بس انا دلوقتي فهمت ان انا ممكن الحاجات زي دي ديزاين زي دي احيانا بالبلدي كده بتوع الاركتكشر لما بيتكلموا يقول لك بكسرها لانستراكشنز اصغر واعمل بايب لاين كويس. هكسرها لانستراكشنز اصغر ان انا اعمل ايه؟ حجم على الاثنين دول سوا يطلع لي اوتبوت، مكان على الاثنين دول سوا يطلع لي اوتبوت. دي تاخد واحد نانو سكند، دي تاخد واحد نانو سكند. طب الكلام ده هيعمله ازاي؟ دلوقتي جالي في الاول خمسة وسبعة أو خلينا نقول ثلاثة وأربعة وخمسة عشان نسهل الأرقام على نفسنا، بعد كده ستة وسبعة وثمانية كويس؟ أنا عايز الكلام ده يتعمل بايب لاين. حلو؟ جات لي الـ A بثلاثة وجات لي الـ B بأربعة وجات لي الـ C بكام؟ بخمسة. حلو؟ الاثنين دول اتجمعوا على بعض صح؟ المفروض انا حاول ايه فكره بايب لاين؟ ان بقسم التاسك الكبيره لتاسك صغيره. عايز اقول انا خلصت التاسك دي، يبقى انا لازم الاوتبوت يعني اللي هو اسمه السي ده، سي اعمل فيه ايه؟ اقول انه خلص موجود دلوقتي. يبقى انا هاخد الاوتبوت بتاعي ده واحطه هنا فلاش. عارفين لاش يعني صح؟ فاهم لاش اللي هي الريجسترز بره طريقه اسمها هي الريجسترز. هحط هنا فلاش وهاخد الدي عشان تتاخر شويه هي كمان، هدخلها على لاش. كويس؟ طيب اللاش ده عمل ايه؟ خليت الثلاثة والأربعة يجوا لي يتجمعوا، النتيجة بقت موجودة هنا اللي هي النتيجة بتاعتي بقت كام يا شباب؟ بقت 8 هنا. بقت 7 هنا صح؟ كويس؟ اللاتش اللي هنا ده كمان اللاتش اللي هنا خد الخمسة اتنين للنقطة دي. يبقى بعد المرة دي يا شباب وأنا بشتغل بايب لاينينج مش هخلي الكلوك سايكل بتاعتي باتنين، هخلي الكلوك سايكل بتاعتي بكام؟ بواحد صح؟ يبقى بعد 1 نانو سكند بقى عندي على الاوتبوت بتاع اللاش ده 7، بقى عندي على الاوتبوت بتاع اللاش ده كام؟ 5، بقى عندي انبوتس جديده، بقى عندي انبوتس جديده اسمها هنا 6 و7 و8 كويس؟ لما تيجي الكلوك سايكل الجديده ايه اللي هيحصل؟ هيجمع السبعه والخمسه اللي هنا دول عشان يطلع لي 12 صح؟ وال 12 دي هتبقى لاش هنا عشان لو في بايب لاين بعد كده
الستة والسبعة دول هيجمعوا مع بعض يدوني 10 صح؟ ولا كام؟ 13 تمام؟ خلاص؟ والثمانية لا معنى ان هي ناشف انها وصلت خلاص اتسلمت ان انا خدتها هي جمعت خلاص الستة والسبعة جمعوا اتوجت فبقت ناشف هنا الثمانية بقت موجودة هنا كويس؟ في الكلوك سايكل اللي بعديها 13 و 8 ادونا كام؟ 21 والقشري يبقوا 60 كويس؟ يبقى انا كده يا شباب بصوا لو انا كنت بشتغل من غير بايب لايننج كنت هضطر استنى يدخل لي انبوت كل 2 نانو سكندز عشان تخلص كل الجيتس تخلص كل الشغل بتاعها. دلوقتي بقى لما كسرت الديزاين بتاعي بقيت اعرف استقبل الانبوت كل قد ايه؟ كل 1 نانو سكند. يبقى انا كده الثرو بوت بتاع الاديشن بتاعي حصل له ايه؟ اتضاعف. كويس اتضاعف. بس بقى في فكره في نقطه هنا انا هنا زودت حاجتين. زودت هاردوير اللاتش للمنطقه دي. يعني يا شباب بصوا في الكمبيوتر اركتكشر لما تيجي تعمل بايب لاين تلاقي سيركت هتلاقي نفسك عمال تحط لاشز في كل حته. بص تحط لاشز في كل حته بعد كل ستيج بعد كل ستيج بعد ما كل ريسورس بيخلص النتيجه بتاعته بيلاش الاوت بتاعه. اتفضل. اه باشمهندس بيقول لو انت بتعمل فايل لو انت بتعمل استراكشر واحده بس يبقى الفايل لاين حاجه مضره الاجابه اه. ماشي؟ طيب اللاشز دي يا شباب بتحتاج اريا زياده. النقطه الثانيه يا شباب ان هي بتعمل ايه؟ بتاخد صم ديلي. ما هو في الاخر اللاتش ده سيركت صح؟ السيركت دي بتاد صم ديلي. يبقى انا بعمل هنا الاول كنت بعمل اديشن بس دلوقتي بعمل اديشن وديلي ولاتش خلاص؟ شباب شباب احنا فاضل لنا بالظبط 5 minutes 5 minutes حد شكر اتكلم طب خليني اخلص عشان بس ما نزعلش الناس. فلاش هنا بنقول ايه بقى؟ The pipeline lashes at some time overhead اهو الماوس اهو. في حاجة بقى اسمها التشالنج بقى على البايبلاين. اتكلمنا مثلا واحد من الشانس شباب اسمع معايا عشان الحته دي مهمه جدا. واحد من الشانس سواء عن انستراكشرز مختلفين. في بقى حاجات اسمها هازرز. بس هازرز يعني مشاكل. مشاكل. فديبندنس على الهازرز. طيب امتى يحصل مشاكل؟ امتى يحصل مشاكل في البايب لاين؟ نعم؟ لو عاوز ترجع تاني. بص الباشمهندس بيقول لو عاوز ترجع تاني يعني عملت ايه يا شباب؟ افرض ان انت كان عندك اف ستيتمنت والاف ستيتمنت دي لو كانت صح هترجع هتجو تو مثلا حته فوق في الكود بتاعك كويس. فدي كده حاجه مش ستريت فورورد مش هتبقى ماشيه في الباي لاين بشكل مظبوط. بس خلينا نتكلم عليهم بشكل منظم كده. اول حاجه دي يوز ذا سيم هاردوير. يعني ايه؟ لو احنا في الاكزامبل بتاعنا اللي احنا قلناه اللي هو كان عامل زي كده لو كانت الميموري اللي هي بتاعت الداتا ميموري والانستراكشن ميموري هما الاثنين في نفس الميموري هما الاثنين الانستراكشنز والاثنين في نفس الميموري وما ينفعش الانستراكشنز وما ينفعش الميموري دي تتقري غير الكلوك الواحده هتطلع لي اوت بوت واحد كويس. لو انا بالشكل ده وجيت هنا عند النقطه دي عند النقطه دي هلاقي ان انا هنا الميموري المفروض ان انا هكتب فيها داتا وهنا هقرا منها انستراكشن حصل كونفليكت حصل طفل ده بنسميه هازرد كويس ده بنسميه هازرد فده بنسميه ستراكشرال هازرد كويس مش كده في الستراكشر بتاعنا تمام. طب ده ممكن نحلها ازاي؟ يعني حد يقول فكره سريعه كده؟ هي مش مسافه راحت اختراع ان احنا نطول بس شويه في الجزء ده مثلا نقرا الانستراكشن ونرايت في الميموري اسرع شويه من بقيه الحاجات التانيه. بس في حاله تانيه ممكن نختار
اتنين عايزين يجروا فيها في نفس الوقت، تحصل مشكله. المشكله بعد